بعد الاثناء استضيف الاستاذ عمر الطارقي مساعد مدرب فريق شباب العز. نرحب معك عمر الطارقي مساعد مدرب شباب العز، واحد القدامى من شباب العز. بحكم انه شباب العز له انتصارين وقال الكثير بانه ربما ليس مرشح فقط للتاهل بل مرشح لتحقيق لقب البطوله، اليوم شباب العز يخسر امام الصرح، ما سبب الخساره من وجهه نظرك؟ والله وجهه نظري ان الهزيمه هي وارده في كره القدم، ولكن اليوم حقيقه نحن ما اعطينا فرص الملعب، يعني عيالنا متاثرين ما ادري يعني مجدودين شويه كذا. عموما الكره اليوم ما خدمناها للامانه، هذا سبب يعني حقيقه هزيمتنا، والكره على قولهم فوز وخساره. والحمد لله على كل حال بقي على قول ما زلنا نحن على قولهم في الملعب تمام، لان بقي مباراه ما بين فريقين حقيقه يعني من احسن فرق مكه المكرمه اللي هي فريق البحر تمام وفريق اتحاد العزيزيه. ممكن الله عز وجل ييسر وتخدمنا نتيجتهم بحكم ان اتحاد العزيزيه عنده فوز تمام في مباراه على الصرح تمام، اي تعادل في هذه المباراه ان شاء الله ممكن نتاهل نحن بست نقاط مع الصرح. استاذي، ما سبب غياب فريق عريق له ارث وتاريخ مثل شباب العز لسنين طويله عن منصات التتويج؟ ما عندنا ذاك الغياب الكبير، لان قبل تقريبا سنتين اللي هي بطوله فرحه وطن احنا حاملينها على نفس الملعب هذا ملعب البحر تمام، ولكن السنتين الاخيره هذه بالضبط كان عندنا نوع من التجديد، في عندنا عناصر يعني حقيقه ايش نعتبرها يعني خلاص على وشك الانتهاء تمام، ويعني وتجديد دماء تمام. عندنا ما شاء الله مجموعه الان جايه باذن الله حتخدم الفريق شباب العز ان شاء الله لسنوات قدام تمام. يعني للامانه كان معانا مجموعه يعني اعطيك مثال زي هليل الروقي، عندك حتى عبد الحميد القرشي بدا تمام، عندنا امين سعد الروقي تمام، هذول كلهم من الناس اللي حرثت الملعب للامانه تمام، وبدا يعني على قولهم في تجديد دماء تمام، وان شاء الله حتشوفوا شباب العز ان شاء الله في البطولات القادمه كلها باذن الله حنشارك باذن الله.